صارت. الحين بدهم يعملوا بيوت يسمونه تكار. بيوت شخصية. أيوة برينت. كيف أنا أخذ ال هذا العمل الكمبيوتر يبي ديزاين الكمبيوتر يبي ماري ساكن. نتريد أنا مش. كنت على هذا الشغل. نعم بس ما نسي. هذا أسد أبوه. الكمبيوتر يبي ديزاين الكمبيوتر يبي ماري ساكن. الرامون اللي هو إحنا صنعه. إيه. الكمبيوتر اللي كان. الكارت اللي كان. احنا عبارنا معنا المكايات المنتج مصمم على انت وعلى نحتاج التثبيت في برنامج اللي هو مؤيس وكان مصمم البرنامج في عندي ستاندرز اوامر علشان اعمل ناقل اوامر في المتاجر ايوه عمل ناقل بالستاندرز يعمل لي مؤامر من كان الكمبيوتر هيك ديزاين الكمبيوتر هيك مانيفاكشر كان متكلمش عن التصنيع هذا بس على الكمبيوتر نفسه انا اشتغل على الكمبيوتر خلصت التصنيع هروح اشتغل تصنيع الان في مخصص التصنيع على الكمبيوتر اذا اخلطت بروتوتايب في اوامر ايوه اخلط نفس الرسمه اللي عملته ما عادش داعي اروح اعيده علشان ما عادش الشغل حقي واللي صار سمني فيه او اروح اشتغل على بيئه برنامج ثاني خاص بالكام ما له علاقه بالكام الان معظم برامج الكام الكمبيوتر ديزاين لها علاقه بالكام مباشره تنقل للتصنيع هو يبي شقين البرنامج يبي في اكتيفيتي ديزاين في اكتيفيتي مانيفاكشرنج تقدر تشتغل على الكمبيوتر تو فايند شانس على نفس السوفت وير فخلاص هذا يسهل لك انك هو دايركت لكن لما اروح انتقل انا من برنامج الى برنامج اخر اروح استخدم ديفرنت فورمات ستاندرد فورمات اللي هو عندي كملت في الكمبيوتر ايد ديزاين كملت التصميم هنا اروح انقل هذا اسيف عمل سيف للبرنامج اللي عندي او الشغل اللي عندي اسيفه مثلا دوتس دي بي شغل هذا اخليه مسيف لهذا الدوتس دي بي هنا هذه الصيغه استطيع اخذها للكام مانيفاكشرنج واشتغل عليها برنامج عباره عن ستاندرد دايت اي بي سي اي بي سي عباره عن ايش؟ انترتشينج اي بي سي عباره عن انا انتر انتر يولين اي اي جي جي انتر تشينج هو عباره عن نقل او تحويل من صيغه الى اخرى على نفس برامج الكاد والكام بيعطينا ستاندرز فورمات بالنسبه لي اي برنامج هنا ممكن يعني ممكن اخلي دوت اي بي سي دوت ستير دي اكس اف شيفت 1 داتا اكسشن فايل للاوتوكاد اللي اشتغل على الاوتوكاد يريد انقل البيانات هذه الى بيئه اخرى يسيفها بها بالصيغه حتى يكون عندك بالوقت عشان تنتقل من بيئه الى اخرى اذا هنا عندنا السيستم كله بنظام الكاد عملنا كل الاكتيفيتيز المطلوبه لتحليل التاكد من التصميم اصبح عندي التصميم جاهز اذا نقول لدينا للكمبيوتر ايدد مانيفاكشرنج اذا من خلال الداتا بيس اللي معنا هنحاول نعمل عمليه انترتشينج للديتا اللي عندنا اللي هي اتولدت من عمليه التصميم نروح بها لعمليه المانيفاكشرنج هنا في المانيفاكشرنج ايش نحتاج نعمل؟ نحتاج نعمل بروسيس بلانينج بروسيس بلانينج نقصد فيه السيكونس الفلو الاوبريشنز اللي ممكن نحتاجها في عمليه التصميم نحتاج نعمل نيوميريكال كنترول اللي هو عباره عن تحكم الرقمي يعني عندي مخرطه اريد اتحكم بحركه التولز بالنسبه للقطع هذا نسميه نيوميريكال كنترول التول ديزاين تو تايب او ديزاين هنا بيعطينا شكل تولز احيانا بتشتغل المخرطه عندي احتاج ان انا ابدل التول انتقل من تول الى تول اخرى فممكن اعطيها بشكل اوتوماتيك عن طريق الكمبيوتر مساعد البرمجه فانا اعمل استدعاء من التول كمبيوتر نسميها الاوتوماتيك تول تشين تغيير اوتوماتيك تغيير هو نفس التول ايوه مجرد بالبرنامج انا اكتب رقم العده في 10 هو لما يوصل عند هذا الإعاج يعمل تشين مباشرة للتولز للتولز نفسه أي أوتوماتيك اللي قبل ما اشتغل على التولز ها؟ اللي قبل ما اشتغل على المعنى موجود في بورج صح تم عنده أنا بدخل له مثلا تصل للمرحلة دي تم يعمل على التولز أيوه في بورج عدد مربط عليه أكثر من عدد تولز في أيوه العسل متحرك وعلى التولز هذه فريزة ولا تورنينج؟ التورنينج مخرطة أي معنى مثلا مخرطة أيوه تدور على صفر
بالمعمل بالمعمل مو انت سي ام اس بس متعبة ليش متعبة هذه سهلة انت بالشتاء قطعات عمل خلاص لسه عمل 100 عام لا معي عمل مش الان نتامر ايه بجمالي لا معي بس نتامر 1000 امر 10000 امر لازم تكسر يدور انا اقول بيوتر ارسل القطعه وخلوه في الباب هو يتحرك على الكمبيوتر يعمل السيتويشن وانا اخبركم كذا شفت انه ما حصل اصطدام ما حصل في اي مشكله في حركه الدول اتاكد اقول له خلاص ماستر بروسيسنج ارسل لي اياها الماكينه طلع لي البرنامج وارسل لي الماكينه تشتغل فقط بس هو هذا الكلام اللي بنتكلم عنه الانتجريشن انا عارف هو هذا الانتجريشن اللي بنحب نتكلم عنه انه انا رسمت على الكمبيوتر ما فيش داعي اروح اعيد الرسم من جديد المفروض اخذ الداتا اللي تولدتنا عمليه التصميم او كلها للتصميم وهذا اللي بنتكلم عنه الان روبوتكس احتاج انه الروبوت اعمل له بروجرامز تتحكم في حركته الان هذا الروبوت وهذا ممكن يكون الوظيفه اللي عباره عن اسمبلي بنسميها في الاوتوماتيك اسمبلي او الروبوتكس اسمبلي ممكن يكون في النيوميريكال كنترول موجود عندي مخرطه وموجود عندي روبوت وظيفه الروبوت انه المخرطه تخلص الشغل جزء يفتح الجزء ياخذه ويدوه المكان المناسب يروح يحمل المخرطه بقطعه اخرى بدون ما احتاج اي بشر هو بالفانكشنز هذه ماتيريال ريكوايرمنتس اذا هذا البروسيسنج على برامج على الكمبيوترز ايضا ممكن اطلب الماتيريالز بالسبيسيفيكيشن المطلوبه من خلال الصفات البلينينج اذا ماتيريال ريكوايرمنت بلينينج الكواليتي كنترول الان عاد كل عليه الفحص يا اوتوماتيك التاكد من الجوده عمل لي عباره عن كاميرا او سنسرز بيطلع الخط الانتاجي اذا نسميهم ماشين فيجنز كاميرا بتراقب الخط الانتاجي بيقارن الصورة الموجودة للمنتج اللي بياخذها الآن مع صورة مخزنة عنده بالنسبة للمنتج اللي بيكون عندي بالجودة المطلوبة، إذا كانت الصورة مش مطابقة بيخرج المنتج هذا من الخط. بيروح ريسايكلينج أو بيروح ريوركينج، بيخرج ما يروحش المستهلك. يعني ما يسمحش بعبور إلا الأجزاء اللي مطابقة للجودة المواصلة. أروح أحد التخرج حقها ها؟ أحد التخرج حقها كيو إيه؟ الـ Prediction Management اللي هو عبارة عن تحقق عملية التعقيدات ممكن تتل أيضا أنه الـ Information Sphere بس بس المحتاج كله بتكون عبر الكمبيوتر إذا هذا ما يخص الكمبيوتر عند المانيفاكشنج لاحظ العملية كيف تمت أولا خلقنا التصميم تولدت عندي الـ Information من خلال ما الكمبيوتر عيد الديزاين عند رافتنج هذا هنا معناته عندي معرفه البيانات الخاصه بهذا الفارق او بهذا الكومبوننت او السب سيستمز عندي موجوده نقلناها بعدين الى اين؟ الى المانيوفاكشنج نفس الداتا بيس نقلناها الى المانيوفاكشنج بدون ما نحتاج ان نعيد بناء من جديد في الكمبيوتر عيد المانيوفاكشنج نحتاج ان نعمل جنريشن لدي اس مظبوط في كم ساعه؟ عدد الساعه كم ساعه؟ عدد الساعه تمام؟ الان هذه الانفورميشن احنا نحتاج ننقلها الى اتجاه اخر هو عباره عن كمبيوتر ايد سبورت. في الكمبيوتر ايد سبورت نحتاج نشوف ريلايبلتي شوف بالنسبه ما يخص الريلايبلتي. في الريلايبلتي نحتاج نعمل بعض التيست الفيلر مثلا نشوف ايش نوع الفيلر اللي يحصل في الجوز كم مرة هيحصل؟ وين أين الجزء الحرج اللي عندي في السيستم؟ كيف أتعامل مع هذا الجزء الحرج؟ إنه الفانكشنز هذه اللي هي في ورز اللي ممكن تحصل خلص تصميم عندي بسميه ربص متين اللي عندي يتحمل إذا كان في عندي يوزر هو بيدخل حاجة قطع السيستم عندي ممكن يتقاعد يتعامل مع هذا الوضع يعني ما يحصلش بس يقدر يتجاوز هذا الوضع يكون في توليرانسز مقبولة بالنسبة للسيستم. إذا في الكمبيوتر ايدد سبورت نحتاج لوجيستيك سبورت اناليسيس او نعمل اناليسيس للاكتيفيتيز اللي ممكن نحتاجها في هذه الفانكشنز المينتنس ريكوايرمنتس نحدد متطلبات الصيانه السبلاي سبورت داتا سبير اذا هنا كيف بيكون عندي عمليه البروكيرمنت وكيف ممكن تكون الترانسبورتيشن بروسيس الهاندلنج وغيرها من المقاطع بروفيشن داتا
فور بروفيشنينج داتا اللي هو عباره عن يكون عندي الارت سيستم بحيث يعطينا تنبؤ. اذا هذه القضايا ممكن نجريها من خلال الكمبيوتر ايدد سوفت. في الكمبيوتر ايدد مانيفاكشرنج اذا قلنا ممكن يكون عندي الكمبيوتر البروسيس بلانينج واللي بنقصد فيها عمليه الفلو او السيكونس للاوبريشنز او الاكتيفيتيز اللي بنحتاجها في السيستمز. وبنحتاج ايضا من نعمل الكمبيوتر او نيوميريكال كنترول. هذا النيوميريكال كنترول كنا بنخلق التولبات على الكمبيوتر، نعمل سيميليشن للبروسيس للمانيفاكشرنج بروسيس، وبعدين نعمل سيتنج تو ذا ماشينز. الروبوتكس اللي ممكن نحتاجه في قلنا في الاسمبلي، ممكن نحتاجه في الهاندلنج، ممكن نحتاجه في التول بوزيشننج او بالنسبه للنيوميريكال كنترول نعمل لي لودينج للمشينز. البرودكشن مانجمنت اللي هي عمليه اداره الانتاج. خلال اداره الانتاج احنا بنحتاج نعمل فوركاستنج مثلا. ايش نقصد بالفوركاستنج؟ تنبؤ بالطلب، نشوف كم طلب على الانتاج بيزداد وفقا عليه بنرجع نعمل قرار انه نرفع مقدار الانتاج او نقدر وفقا لهذا التنبؤ. بنحتاج ايضا نشوف الماتيريال ريكوايرمنت بلانينج. اذا بنشوف الروب ماتيريالز الفاسيلتيز اللي نحتاجها احنا بالنسبه للماتيريالز المختلفه، كيف تكون عندي عمليه ترانسبورتيشن ستورج والتحكم بالخزين عندنا من خلال هذه الاكتيفيتي. وايضا بالمانجمنت ريبورتس نحتاج كمبيوترز علشان نعمل تباعها للريبورتس وممكن نخرجها نستفيد من الداتا الموجوده عندنا في اعداد الريبورتس. كمبيوتر ايضا سبورتس احيانا يسموها كمبيوتر ايدد لوجستيك سبورتس. بنشوف اسمه كابس مش كي ال اس بنشوفه يعني هو نفسه فقط اضيفت كلمه من لوجستيك هنا مش موجوده. الايتيزيشن اوف ريلايبيليتي منتبلتي اذا دائما لما نشوف قضيه سبورتنج اور لوجستيك سبورتنج هي لها علاقه بمعنى بالمنتبلتي اند ريلايبيليتي، كيف احنا بنحقق من المعاديه بالنسبه للجوز من خلال الاختبارات المختلفه، وكيف ممكن المينتنس سيكونسز او تاسك، كيف ممكن بيكون عندي سبير بارتس ترانسبورتيشن لهذه الاجزاء وحتى تصل بالوقت المناسب، وكذلك بالنسبه للستوريج والاذر فانكشن. دائما لما نشوف اللوجيستيك انجينيرنج هنا علاقه بهذه التو فانكشنز. ماتيريالز ومينتنس. نعم لا علاقه بالريلايبيلتي والمنتبلتي وبالنسبه للسبير بارتس ترانسبورتيشن بعدين ستورج كيف ماتيريالز. اذا ليبل ممكن بالنسبه للمينتنس نشوف في عندي فحص واحد نسميه ليبل اوف ريبير اناليسيس. ليبل اوف ريبير اناليسيس نقصد فيه انه الجزء اللي هنعمل له صيانه ما مستوى الصيانه منين؟ مستوى الصيانه احنا شفناه عباره عن ايش؟ اول مستوى الصيانه سميته ايش؟ اورجنايزيشن. هذا اللي يكون سايت. اثنين ممكن يكون عندي ايش؟ انترميديت. والثالث اللي هو عباره عن سميناه ايش؟ هذا عندنا قلنا يكون اون سايز، هذا لا يكون بايش؟ بسنترز مراكز خاصه بالسيرفايسز. هذا فقط مهمته انه يعمل ايش؟ انسبكشن فحص بالعين كذا يشوف لو في تبديل زين تبديل زين فقط قراءه. هنا عندي نو سكيلز. هنا بيقول عندي يقول الاوبريتر الاوبريتر نفسه لو كنت عملت سعر. هنا نحتاج لاشخاص يكون عندهم نوع من الخبره في عمليه المانجمنت بروسيس. اذا بالليفل اوف ريبير اناليسيس نقصد فيه انه يحدد هذا الجزء مستوى الصيانه بالنسبه له الشخص نفسه كم مستوى الصيانه اللي يحتاجه مع كذا في صيانه نوع من الصيانه. اذا لازم نحدد في الليفل اوف ريبير اناليسيس السكيلز بالنسبه للاشخاص، مستوى الصيانه بالنسبه للاجزاء ايضا اللي بنحتاجها هي سايتس او سنترز بتحتاج
ولا بيحتاج ان انا افتح المنظومه كلها واسال عن المانيفاكشرز نفسه علشان يعمل لها سعر اللي هن محتاجينه. ترانسبورتيشن اناليسيس نقصد فيه بنشوف نعمل دراسه لعمليه النقل هذه اللي نبيها بالترانسبورتيشن ميثودز اللي تعلمتوها في الـ يعني عندي different locations, suppliers, full supplier one, supplier two, pressure results. Pressure results. نعم. شو كنت عملت في هذا المجال الاوبريشن ريسيرش؟ نعم. اللايف سايكل كوست مودلز اللي احنا بننظر للكوست اللي هي different activities for maintenance and reliability. Supportability analysis. واللي نقصد من خلالها انه بنروح نحدد فور اكزامبل السبير بارتس اللي بنحتاجها التيست اند سبورت طبعا بنشوف ايش انواع الاختبارات اللي بنحتاجها عشان نحدد الايرورز او الفيلير اللي ممكن تحصل عندي والكومبوننت والسبورت اكويبمنت تيست اكويبمنت زي ما بنحتاجها البيرسونال كوانتيتيز اند سكيل ريكوردز كم اشخاص نحتاج كم السوفت وير فيهم اذا من خلال هذا التحليل اللي ممكن نقوم فيه نتعرف على نوع السبير بارتس او الكومبوننتس اللي نحتاجها او الاشخاص ايضا اللي نحتاجهم مستوى الخبره فيهم لوجيستيك مانجمنت انفورميشن ومن خلال ممكن نحدد the requirements for spares, required parts, provision data, provisioning data اللي قلنا عبارة عن alert أو signs اللي نحتاجها حتى نحدد الايرورز نمنع وقوع الريسك اللي ممكن تحدث نتيجة في وضع ممكن تكون في السيستمز. إذا ممكن نشوفها أيضا من خلال design drawings. هذا ممكن نشوف الكمبيوتر هنا في هذه الـ functions of management بنشوفها من خلال نستطيع التعرف عليها من خلال drawing ايضا من خلال training manuals البروسيدرز التكنيكال بروسيدرز اللي ممكن نشوفها distribution transportation and warehousing اذا هنا بنتكلم عن materials وصيانة الميتنس ايضا بالنسبة للسبير بارتس وعملية النقل للاجزاء وال different locations of systems و distribution of suppliers ايضا لما يكون عندك اكثر من supplier وايضا storage process بالنسبة للورهاوس. المينتنس اند سبورت نعم بالنسبة صحيح هي بتحدد من خلال البلانت لايف سايكل واللي بيتضمن عندي السكوديولز التتابع بالنسبة لمن اللي او السيكونس بالنسبة للاكتيفيتيز هنا بنتكلم عن مينتنس ممكن يكون عندي مينتنس سكوديولز بشكل منظم دوريا نسميها او ممكن تكون عندي غير دوريا بكون جاي للسيارة عندي كمان العطيني يا موضوع هذا شيء عن الصلاة ايوه